مرحبا، وانتو فايتين على دمشق من جهة الربوة، بتستقبلكم صخرة كبيرة مكتوب عليها اذكريني دائما، ومن الجهة الثانية مكتوب عليها لن انساك. شو قصة هاي الصخرة والكتابات اللي موجودة عليها؟ مين كتبها؟ ليش كتبوها؟ خليكن معي لتعرفوا. الاسم الحقيقي لهي الصخرة هو صخرة المنشار، وتسمت بهالاسم لأنها بتشبه المنشار، وهي من الآثار القديمة بالربوة، واللي ما ضل منها غير هي الصخرة والكتابة الكوفية الفاطمية يلي تحتها، واللي بتأرخ عمارة الربوة بزمن خلافة المستنصر بالله الفاطمي يلي تولى الملك من سنة 427 لسنة 487 هجري. ومن نحن صغار منسمع قصص وحكايات، شي خيالي وشي واقعي عن هالصخرة، وأشهر قصة إلها هي قصة عاطفية لشاب وصبية حبوا بعض بشكل جنوني، بس الصبية تزوجت من شاب تاني، فهالشاب العاشق ما تحمل تكون حبيبته لحدة تاني، طلع على صخرة المنشار وكتب عليها اذكريني دائما، وبعدين رمى نفسه من أعلى الصخرة لتحت ومات منتحر. الصبية سمعت باللي صار لحبيبة، فراحت على نفس الصخرة وكتبت عليها لن أنساك، وكمان رمت حالها وانتحرت. هي القصة الشعبية المتداولة لصخرة المنشار والكتابات عليها، أما المؤرخين اللي اهتموا بالموضوع فعندهم قصص تانية، واحدة منها إنه الشاب اللي هو ابن المنطقة حب صبية فلسطينية ورفضوا أهله يزوجوا ياها، وزوجوها لشاب تاني، وبيوم كتب كتابها طلع على الصخرة وكتب اذكريني دائما، وبيوم عرسها بعتت له انها ما رح تنسى، فطلع وكتب جوابها لن انساك، بس بدون ما ينتحر. اما القصة التانية يلي رواها احد المؤرخين، انه الشاب كان مدلل كتير ومن عيلة غنية كتير، والبنت كمان كانت من عيلة غنية، وحبوا بعض واتفقوا على الزواج، بس الشاب لسبب مجهول ما طل بطلب الصبية بشكل رسمي، قام إجاها عريس لبناني غني كتير وأهلها زوجوها وراحت على لبنان. هون الشاب العاشق ندم كتير، وصار كل يوم يروح يقعد على هاي الصخرة ويستنى بركي بطريق رجعتها على الشام بيشوفها، لأنه طريق الربوة هو الطريق يلي بيدخل منه جاي من لبنان على الشام بهديك المرحلة، وضل على هالحالة مدة طويلة لحتى استعاد توازنه وقرر يبطل يروح يستنى على الصخرة، وهون كتب على الصخرة اذكريني دائما مشان إذا رجعت تشوفها، وساعتها أكيد رح تعرف إنه هو يلي كتب لياها. وهيك انعرفت صخرة المنشار باسم صخرة اذكريني، أو صخرة الحب، أو صخرة الموت. والقصص المعروفة عنها من نسج الواقع والخيال، وظلوا أبطال قصتها مجهولين ليومنا هاد، وظلت الكتابة موجودة ما تأثرت بعوامل الطبيعة رغم مرور أكثر من 60 سنة عليها، لتضل صخرة المنشار من معالم دمشق وتاريخها، تستقبل الجاية وبتودع الرايح. بتحية العشاء.